محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تعمدت وترصدت وبقوة حاولت أن أبحث في أدبيات المجلس العلماء عن كلمة تدعو للطائفية أو تشتم أحدا أو تثير نعرة هنا أو هناك، ففشلت في مسعاي. ولهذا أدعو وزير العدل ومن يقف خلفه أن يعطونا هذه في قائمة مجدولة بالتاريخ والزمان وفي الموقع، في موقعي خطاب أو موقعي تويتر أو موقع الإنستغرام أو موقع بيان أو الموقع الذي أغلقوه للمجلس. لم نجد. أعتقد بأن المجلس العلمائي، المجلس الإسلامي العلمائي في وجوده وفي تأسيسه وفي مؤسسيه وفي القائمين عليه اليوم وفي المستفيدين منه وفي لائحته الداخلية وفي نظامه الأساسي، في أهدافه، في دوره، في المنهج الذي يتحرك فيه، في رسالته وفي استقلاليته، يمثل إزعاجا لمشروع البندر. مشروع البندر الذي يريد أن يقلم أظافر كل من لا يعيش ولا يمضي في بحره وجدوله، يريد أن ينهيه. هذا إحياء لمشروع البندر. المجلس العلمائي، وأتحدى الوزير والحكومة وحتى المحكمة التي تحاكم اليوم، أتحداها بأن تأتي بمادة تدين المجلس الإسلامي العلمائي. هذا رقم واحد. أفهم دائما أن من يطعنك في شرفك وأنت الشريف لأنه فاقد للشرف، أما الشريف إطلاقا لا يعتدي على شريف، لأن المجلس العلمائي مستقل ولا يمد يده لمساعدة ولدعم وما إلى ذلك، نابع ذلك من أصل وجوده وعقيدته ومنهجه. لهذا يثير مشكلة لدى من لا يشعر بالاستقلال. أتذكر إغلاق الجمعية التوعية الإسلامية في الثمانينات، كانت مؤسسة تبني مجتمعا عبر تعليم وتربية وإرشاد وتوجيه وأمر بمعروف ونهي عن المنكر في الدول التي تحترم الإنسان. وتقوم هذه الدول، يأتي الرئيس ويأتي رئيس الوزراء وتأتي الحكومة وتمضي وتأتي حكومة أخرى حتى تثبت أنها الأجدر، تتصرف في هذه الأموال التي تعتبرها من أموال الشعب، تصرف على هذه المؤسسات وتخصص لها دعما لتشجعها على أن تستمر وتتكاثر وتنتج ويكون لها وجودا تنمويا في البحرين في الثمانينات وفي عهد الإصلاح. الأمر سيان. لا يمكن أن تكون مستقلا، لا يمكن أن تمارس حقك في أن تبني مجتمعك وفق عقائده وأصوله ومرتكزاته الشرعية والدينية والعقيدية والعقائدية والسيرة وما إلى ذلك. يريدون أن يمحقوك محقا. ولهذا حينما سألنا أحد الحقوقيين قال: ما الذي تعتقدون يقف وراء غلق المجلس الإسلامي العلمائي؟ قلنا له: لا نعرف. قال: هل يوجد فعلا قام به المجلس يعتبر جوهر إثارة حنق السلطة عليه؟ أنا قلت له شيئا واحدا: السلطة لا تتحمل أن تكون مستقلا، كما ذكر الإخوان، لا تتحمل أن تكون مستقلا عنه.
هذا هو السبب الوحيد، ولا أعرف ما إذا أقنعته أم لم أقنعه بذلك. هنا أريد أن أقول السلطة تقول لأي مؤسسة، مأتم أو مسجد أو مؤسسة أو حتى جمعية سياسية، بأنكم الجمعية السياسية مستثنات، يقولون للمؤسسات الدينية بأنه لا يحق لكم التدخل في الشؤون السياسية، ولكنها توعز وتهدد وتبعث بالأوراق من تحت الطاولات إلى النوادي وإلى المؤسسات الخيرية وإلى المؤسسات الثقافية وإلى المؤسسات الرياضية وإلى المؤسسات الدينية وإلى المنابر الدينية، تدعوها بأن تتحدث في السياسة يوم أن تريد أن تستخدم دعمه. من حق أي وجود في أي أرض أن يكشف أي جريمة تقع على من تقع عليه الجريمة، ليس هناك من حجر، سواء كانت مؤسسة دينية أو مؤسسة رياضية أو مؤسسة علمية أو مؤسسة ثقافية أو مؤسسة خيرية. وهناك في مدونة السلوك الموجودة في الأمم المتحدة والتي يوجد منها نسخ وعشرات النسخ لدى وزراء كل الدول وحتى في البحرين، لا يمكن أن تحجر سلطة على أي جهة في أن تكشف انتهاكات حقوق الإنسان. إذا كانوا يعتقدون أن تدخل المجلس الإسلامي العلمائي فيما يتعلق بالانتهاكات التي تعرض لها شعب البحرين فهذا حق أصيل له. إن أغلقتم بابا للمجلس الإسلامي العلمائي ستفتحه أبوابا لا قبل لكم بها، سينتشر في المؤسسات الدينية المترامية في كل مناطقنا، ستفتح له أفق أكبر من هذا المبنى الذي حتى تصل إليه عليك أن تقطع مسافة، سيكون متواجدا قريبا من كل فرد في هذه البلد. شكرا جزيلا لكم.